لما تفاجأ علينا شوية الحال وأن المغاربة غادي يتنفسوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، فكنا في حاجة لهذا العرس اللي مدينة سلا أنها كتجمعنا باش نتلاقاو فيما بيننا من بعد واحد سنة ونص تقريبا، وحنا محجوزين يعني، ولكن ماشي غير حنا، ربما العالم كامل برمته الآن الحمد لله. وكنتمنى لجميع المغاربة أيام سعيدة. واش هذا المهرجان هو صلة الرحيم ديالكم بالفنانين؟ هو بالنسبة لنا دابا حنا هنا أول مهرجان هو هذا كنتلاقاو فيه، هذا الحق، هو مدينة سلا مهرجان المرأة. أنا دور الفنان دائما ملي كيكون المهرجانات خاص يكون الحضور ديالو ضروري، إلا كان شي عائق أو إلا كان كيصور أو لا، أما إلا كان موجود فمن الضروري أنه يكون، لأنه الفنان المغربي هو اللي كيطعم المهرجانات المغربية بصفة عامة. كنحضر هذه المرة ماشي في صفتي الفنية ولكن صفتي ككاتبة، غدا غادي نوقع الرواية ديالي الأولى الوهيمة ضمن فقرة ديال تقديم المؤلفات، وأنا سعيدة بالحضور ديالي ديال المهرجان الدولي للمرأة للفيلم بسالة، لأنه ماشي مجرد مهرجان كيسلط الضوء على قضايا المرأة ولكن يتعداها إلى ما هو كوني، وحنا في حاجة الآن أننا نسلطوا الضوء على المرأة في السينما سواء كفاعلة أو كصورة بالتطورات اللي كتربط بعض المفاهيم اللي عندها علاقة بالديمقراطية بالعدالة وبالحداثة. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة هو مهرجان علينا حنايا كمغاربة نفتخروا به ونشجعوا باش يستمر، وحنا هنايا متواجدين باش أننا نثبتوا كمغاربة أن دائما المرأة المغربية متواجدة بقوة في الإبداعات كلها، الإبداعات الإنسانية وخاصة السينما.